بدنا نحكي عن الرايت سنترال انسايزر. اول اشي خلينا نحكي عن المورفولوجي والقياسات. هلا هاي الجهه، هلا هاي شكله هو. طبعا القياسات هاي مش حقيقيه، بس عشان التوضيح. هلا الجهه الاطول واللي بتجي less rounded هي الميزيال سايد، اللي بتجي more rounded واقصر، طبعا تقريبا مليمتر في فرق بينهم على ارض الواقع. هاي الديستال سايد لفوق بجهه الروت اسمها السيرفكس، وتحت اسمها الانسايزل ايدج. هلا احنا ماخدين الصوره هاي فيشيلي. المسافه بين الميزيال سايد والديستال سايد بالسيرفيكال ثيرد اللي هو الثلث الاقرب للسيرفكس 7 مليمتر. اما اطول مسافه بين الميزيال سايد والديستال سايد بتيجي مايله زي هيك، تقريبا هي بتيجي 8.5 مليمتر. طول السن طبعا ارتفاعه 10.5 مليمتر. هلا بدنا ناخذ الصوره ميزيالي، بدنا ناخذ الصوره ميزيالي من قدام، هاي اسمها الفيشيال سايد. من ورا عند الحدبه هاي اسمها اللينجوال سايد. هلا المسافة بين الفيشيال واللينجوال سايد أطول مسافة، اللي هي بنقولها ماكسيمم فيشيولينجوال لينكث، بتيجي 7.5 مليمتر. وأقل مسافة بين الفيشيال سايد واللينجوال سايد بتيجي بالسيرفيكال ثيرد 3.5 مليمتر. وطبعا الارتفاع حكينا انه 10.5 مليمتر. هلأ عشان نحكي وإحنا بالكارفينج، عشان يعني وإحنا بنشرح، قبل ما نشرح بنحكي الأساسيات اللي بنتبعها بكل سن. هلأ أول إشي بنرسم الميزيال سايد، دائما بنرسم الميزيال سايد اللي بتيجي هاي الرسمة. طبعا بنجيب واكس بلوك بنحطه على ورقة الرسم البياني، تقريبا طول الواكس بلوك 3 وحدات وشوي، وعرضها 14 مليمتر. هلا احنا لما نيجي نرسم على الواكس بلوك عشان نعمل كارفينج، اول اشي بنرسم الميزيال اسبكت هون، وبالجهه المقابله لها نرسم الديستال اسبكت. بس يعني بنرسم هاي الجهه الميزيال والديستال اسبكت، يعني انيشيالي بيكونوا نفس الاشي نفس الشكل قبل ما نعمل المورفولوجي بالضبط لكل جهه منهم. ثاني شيء بنبلش نقطع، بعد ما نرسم بنبلش نقطع عبين ما نوصل لهذا الشكل هون. نبلش نقطع من فيشيالي ولينجولي، فيشيالي ولينجولي عشان تظهر الصورة ميزيالي وديستالي زي هاي الصورة بالضبط. بعدين يعني بس نخلص تقطيع فيشيالي ولينجولي بنرسم ويكون ظهر عنا الشكل ميزيالي وديستالي مثل هاي الصورة بالضبط بالقياسات الدقيقة. بنرسم الصورة فيشيالي ولينجولي كمان نفس الشيء، بيكون انيشيالي بيكون شكلهم نفس الشيء تقريبا. بنعمل كت ورح نعرف، يعني هلا ما رح يبين كثير بس نحكي احنا قاعدين الاساسيات. واخر شيء بس يعني ينتهي معانا السن، بنعمل فينيشينج عشان نبين الـ يعني المورفولوجي بالضبط، يعني بكل حذافيرها. هلا بدنا نبلش نرسم الاول شيء الواكس، حكينا 14 ملي، هاي 10، هاي 4، تقريبا 3 وحدات شوي. هلا اول اشي بدنا نحط الميد لاين، طبعا ما انه 14 ملي يعني 7 ملي على كل جهة. هلا اول هاي الجهه، هاي الوحده ما راح نستعملها. هلا دائما لما نيجي نعمل كارفينج لاي سن راح يجي هون الانسايزل ايدج، دائما بنترك 2 ملي، ما بنصيبهم اطلاقا. هيهم 2 ملي. هلا اول اشي بدنا نحدد ارتفاع السن، احنا حكينا عم نرسم ميزيلي، بدنا نحدد ارتفاع السن. ارتفاع 10.5 مليمتر، يعني هاي وحدة كاملة اللي هي 10 ملي وهنا نص ملي. اوكي هلا احنا حكينا عن المسافة فيشيولينجولي، هاي الفيشيال سايد وهي اللينجول سايد.
حكينا عن المسافة فيشيولينجولي من عند السيرفيكال ثيرد 6.5 مليمتر، يعني على كل جهة رح يكون في عندك 3.4 ومن هون 3.4 ورح نوصلهم، ننزل أبو 2 ملي عشان نوصلهم. أوكي، هلأ بعدين بدنا نعمل الفيشيال سايد أو تاني شيء بدنا نحكي عنه طبعا، اللي هو المسافة فيشيو لينجولي الماكسيموم على من الميزيال سايد اللي هي رح تكون 7.5 مليمتر، بنزل 3.4 مليمتر تقريبا، خلينا نقول ننزل 4 مليمتر، هي 4 ملي. المسافة فيشيو لينجولي اللي هي ماكسيموم ديستانس فيشيو لينجولي رح تكون على بعد تقريبا 4 مليمتر وهي 3.75، يعني بكل جهة رح يكون في عندك 3.75 و 3.75، خلينا نحطهم 4. هلا رح نوصل من هون لهون. اوكي، هلا بدنا نحط هاي الـ يعني هاي الكاسبتب، خلنا نقول رح تكون طبعا اللي بميز السنترال انسايزر انه بينقسم نصين، يعني كل نص بيكون تقريبا يعني الميد لاين بمرق بالكاسبتب، بمرق بالكاسبتب وبقطعها. طيب هلا من هون بدي اعمل اشي اسمه سينجلوم. هلا رح ارسم الرسمه وبعدين افهمكم شو صار. هاي الفيشيال سايد، سوري، هاي الفيشيال سايد وهي اللينجوال سايد. هلا انا عملت هون السنجلوم وبيكون يعني راوند، بس مو كتير راوند بس اللهم يعني انه انا بوصل بين هذه النقطه وهاي النقطه، بوصل بينهم، بوقف قبل تقريبا 2 ملي. هدول 2 ملي بدي أنزل فيهم خط مستقيم. هذا الخط المستقيم أساساً، خلينا نحكي شوي عن المورفولوجي الأصلي تبع السن، لما بيكون الواحد صغير بيكون هيك شكله، مع الحت والأكل بتنحت بتصير إيش؟ بتصير هيك، بتبطل راوند بتصير هيك. وبالتالي إحنا قبل 2 ملي من ما نعمل المنحنى اللي هو اسمه السنجلوم. هذا السنجلوم بنوقف قبل 2 ملي من الكاسبتب وبعدين بنعمله خط مستقيم، ومن هنا بنوصل بنفس الطريقه بطريقه منحنيه شوي، بنوصل بين النقطه اللي هي اللي بتمثل الاكثر ابعد مسافه عن الميد لاين فيشيلي والكاسبتب، نعملها منحنية شوي على حسب شكل السن. وطبعا دائما واحنا بنشتغل وبنرسم بنطلع على موديل. هاي الميزيال سايد، الديستال سايد اقصر منها، هاي. هلا بعدين بنوصل هيك، احنا خلصنا الرسمة. هي يعني مفروض احنا عشان عم بشرح كتير يعني بعلم، بس هو مفروض انه ما يكون كتير معلمة انا عليه. وشغلة تانية بنحاول، هلأ مثلا كان لقياس 10.5، انا يعني اذا ما لاحظنا عملتها تقريبا 11 عشان لما نيجي نحفر ممكن مرات نشيل زيادة، فعشان يعني نعمل كومبنسيشن للي راح نشيله. هلأ بدنا نقصها هاي، حاول اخذ زيادة. بدي احطها على الواكس بلوك بالضبط، اثبت، طبعا بحافظ على 2 ملي، بخلي لهم مسافتهم زي ما احنا شايفين. لا بدي اعلم بس قبل ما ابلش عشان ما الخبط، انه هاي بالورا بالمسافه الوحده اللي حكينا ما رح نستعملها، بكتب هون ام.
واضحة. برجع بثبت. هلأ كيف بدي خلي هاي السن يعلم على الواكس بلوك؟ حكينا طبعا في البداية انه اللاكرون كارفر لازم يكون حد. اذا كان من هنا مش حد او التب تبعته مش 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 يعني مش حدة بنحميه عادي زي بالاشي اللي بنحمي فيه السكينة. هلأ بمسكه مقلوب. هلأ هو هيك في الوضع الطبيعي بينمسك. بمسكه مقلوب وبيبوزه بعلم نقطة نقطة. بحاول أقرب النقاط وأصغرهم، ما أدخل كتير. أشيلها بوصلهم شوي شوي، ما بدخل كتير، شوي شوي بحيث انه يكون واضح وما ينمحي بسرعة بنفس الوقت. في ناس بتحب تشتغل بالقلم بس هذا أدق. حكينا هاي ميزيلي. هلا عشان اعمل الدستلي نفس الرسمة بقلبها وبثبتها على الجهة التانية، مش بعمل جنبها. هاي رح تكون ميزيل وهاي رح تكون دستل مقابلة إلها، وبقلب الورقة كمان بثبت زي ما كنت مثبتة. طبعا بحاول اني استفيد من هدونا الجهات اللي انا عملتهم، بوصلهم بخط مستقيم عشان اتأكد من شغلي. بثبت. زي ما شايفين الخط هذا متصل مع هذا، الخط هذا متصل مع هذا. حاول اخليهم يكونوا ورا بعض قدر المستطاع. هلا برجع نفس الشيء بعيد العملية، حاول ادخل اللاكرون كارفر بنفس النقط اللي كنت مدخلة فيهم اساس ما اخرب الورقة. ممكن استعين بالفرشاية عشان اشيل هاي الاشياء وما تعلق. كان هاي ميزيلي مبين هنا، هاي دستني. اوكي هلا بنبلش نستعمل المشروط. دايما خلينا نخلي اشي تحت ايدنا لانه ممكن يمسخ. هلا بدي اخذ زاوية، ما بدي اخذ كتير. ما بدي اخذ كتير هيك ادخل، بدي اخذ شوي شوي قبل ما تاخذ ايدي. تاني اشي بمسك المشرط زي هيك، بمسكوش هيك، بحاول اثبته منيح. بثبت بايدي هاد باصبعي، حاول اخذها شرحة شرحة عبال ما تاخذ ايدي على المشرط. اذا اخذنا قطعة كبيرة ممكن يكسر الواكس بلوك.
بحاول أخذ من الجهتين تقريبا نفس الإشي، وبحاول أخلي أبو ملي ملي بين الرسمة الحقيقية والطرف، أو أقل شوي من ملي. المهم يعني ما أوصل للحد النهائي للخط اللي أنا رسمته. هلا عشان أتأكد إنهم من الجهتين نفس الإشي يعني بالعرض هاي، هلا بدي أحدد سيرفيكال لاين. بحاول أبينه على الجهة اللينجولي والفيشيلي، ممكن لقدام أحتاجه. ممكن باللاكرون كارفر أحاول أضبطه شوية من هنا، يعني من هنا مثلا في زيادة شوي عن هذيك الجهة. طيب هلا باللاكرون كارفر، مش بالمشرط، بدي أشيل هاي الزاوية، أو هون مبينة أكتر، بدي أشيل هاي الزاوية. هاي الزاوية بدي أشيلها، بدخل بزاوية، بثبت بإصبعي هاد على الواكس، وبمسك الواكس اللاكرون كارفر زي مسكة القلم. كمان ما بوصل للخط الأخير. بوصل بين الخطين اللي طلعوا عندي، بحاول أشيل الزايد منهم. برجع بعلم على الخط، بحاول أطلع الميلة هاي اللي هون على الوجه. كمان بضل بعيدة عن الخط، بحاول أحافظ على بعدي أبو نص ملي أو ملي عن الخط اللي أنا عملته هون. هون ما منشيل كتير، منشيل شرحة شرحة. قبل شوي هاي الجهة من المشرط، بحاول أشيل الأشياء اللي بتكون بلجي، وبعمل شكله منتظم. كل الزيادات بتروح، بس بضل في تقريبا أبو نص ملي هون زي ما حكينا. هلا نرسم الخط. ونشيل كمان هاي الزاوية زي ما حكينا، نتفة نتفة. بثبت ايدي وبحمله، طبعا بحاول اني افتح المشرط بطريقة تساعدني، يعني ممكن اذا بدخل المشرط زي هيك يعني ما اقدر اتحكم فيه.
قلنا ما منشيل قطع كبيرة وما منقرب على 2 ملي. طبعا هلا هاي اللينجوال سايد وهي الفيشيال سايد. الفيشيال محدب اما اللينجوال مقعر. طبعا كل ما قربت بحاول اني ما استعمل المشرط، بلش استعمل لاكرون كارفر بتحكم فيه اسرع. هلا في عندي هون زاوية بس صغيرة، خليني ارسمها هون عشان اوضحها بين هذا الخط. هاي احنا بحاول اشيله، طبعا بحاول اني احافظ على النص ملي. هلا بدي اقرب اكتر لاني تقريبا خلصت فيشيال واللينجوال سايد. بدي احاول يعني تقريبا اوصل للخط بحذر وشوي شوي عشان ما اخد زيادة من الواكس. هيك في عندي هون مسافة أقل من نص ملي أو تقريبا نص ملي. هيها بحاول أحافظ عليها وأقرب أكتر على الخط اللي أنا أصلا كنت رسمته. كمان شغلة ما بيناها، الريدج يعني المنحنى اللي صار ايدج مع الاتريشن هذا. بظبط وبحاول اكون اقرب ما يكون للشكل اللي انا رسمته. كنت
هاي distal side. لاحظ انه لساتني في مخلية بس يعني نتفة، اساس بالفينيشنج اقدر استفيد من هاي، من هاي المسافة ما اخذ من قطعة الواكس اللي بتتمثل السن. هاي دستال، هاي فيشيل، حزقنها حدبة. ميزيل، ولينجوا. هلا احنا وصلنا عملنا اول خطوة اللي هي درو ميزيل اسبكت، عملنا درو للميزيل وللدستن، بعدين كات واكس اوتسايد ذا لاين اكسبت انسايزر، احنا يعني قطعنا الواكس من هون ومن هون عدا على تقريبا على اللاين accept incisally، طلع عنا تقريبا 2 ملي او يعني ملي ونص، المهم انه ضل عنا جزء اللي احنا ما بدنا نمسكه عشان ما ناخد من اصل السن. طيب هلا ثالث خطوة بدنا نعملها draw labial aspect اللي هو facial aspect، وبنفس الوقت اللي رح نعمل draw للفاشيال رح نعمل draw للينجوال. هلا اول اشي حكينا انه الواكس عبارة عن 14 ملي عرضها و 3 وحدات ومليين طولها. نحط الميد لاين 7 وحدات، بعد 7 ملي نحط الميد لاين، طيب قلنا هاي الوحدة ما بنقرب عليها، قلنا في 2 ملي كمان ما رح نقرب عليهم. طيب هلا ايش بدي ارسم؟ بدي ارسم السن. هلا حكينا طول السن 10.5 ملي، بنعتبره 11 تقريبا عشان ما ناخد من اصل السن. طيب هلا حكينا كمان انه المسافة ميزو ديستالي من عند السيرفيكال ثيرد 7 ملي، اوكي ميزيو ديستالي من عند السيرفيكال ثيرد، خلينا نقول السيرفيكال ثيرد. هلا خلينا بالاول نقسم السن 3 اتلات، هلا هو 10 ف 3.5 3.5 3.5، اوكي. هلا عند اول تلت اللي هو السيرفيكال ثيرد ديستانس تبعه يعني بعيد بيبعد عن الميد لاين من هنا 3.5، من هنا كمان 3.5 بوصل. هلا اكثر نقطه بتبعد عن الميد لاين ديستالي بنقولها الهايت اوف كونتور. الهايت اوف كونتور ديستالي بيجي عند حد يعني عند الحد الفاصل بين الميدل ثيرد والانسايزل ثيرد، وببعد 4.25، هي 4.25. اما الهايت اوف كونتور اللي هي اكتر نقطة بتبعد عن الميد لاين ميزيالي بتيجي بنص الانسايزل ثيرد، هاي الانسايزل ثيرد نصه تقريبا، اوكي ببعد 4، تبعد 4.25، اوكي هلا بوصل. اوكي هلا بتفرق الميزيالي عند ديستالي زي ما حكينا انه الزاوية بتكون ميزيالي قائمة تقريبا تقريبا، اما ديستالي يعني الانسايزل ايدج او هاي البوينت هاي بتبعد 1 ملي عن يعني الفرق بين هاي وهاي لو جيت هيك احسبهم بده يطلع 1 ملي او ملي من ملي لملي ونص. فالهايت اوف كونتور ديستالي تيجي عند حد الانسايزل ثيرد او عند الحد اللي بفصل بين الميدل ثيرد والانسايزل ثيرد وبتبعد 4.25، اما الهايت اوف كونتور ديستالي هون، اما الهايت اوف كونتور
ميزيلي تبعد بتيجي عند نص بنص الانسايزل ثيرد اللي هي هون هو اوكي. والانسايزل ايدج بتيجي مايله من ميزيلي لدست من ديستالي لميزيلي وبتبعد تقريبا من ملي لملي ونص عن 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 يعني عن النهايه. هون في ملي لملي ونص. ميزيلي بتيجي يعني تقريبا زي زاويه قائمه، اما ديستالي بتيجي راوند. اوكي هلا بدي اعمل الروت ولا شيت، ببعد تقريبا 3 ملي عن الميد لاين، بوصل بخط هون نفس الاشي. صيناها للورقه وثبتناها. هلا بس قبل ما اكمل تثبيتها هيها بدي انتبه لشغله. هلا لما اجي ادخلها زي هيك رح يضل هذا الجزء مايل، فانا بدي ارجع للواكس الاصلي واشيل هذا الجزء باللاكرون كارفر. بدي انتبه انه اللاكرون كارفر ما تلمس سطح السن. حاول اخليه خط مستقيم مع هذا الخط اللي هون. خليني استعمل الاشراط. انا بس عم بوصل لوين؟ بوصل قريب من هذا الخط. اعمله كله مع بعض. اوكي هلا بقدر احط الرسمه ارجعها مكانها. اتاكد انها مش مايله لوحده من الجهتين، حافظ على الملي اللي تحت. امسكها من الجهتين وثبتها منيح، بعدين ببلش بس اتاكد انها ثابته. هلا عند السيرفكس بحاول احط منه نقطة ومشي خط واوصله لهون. هون نفس الشيء عشان استفيد منه بالجهة الورانية. هلا نفس الشيء ورا، بشيل هذا الجزء هاي الدرجة اللي هون، بحاول اشيلها اللي انا شلت جزء منها هاي، بحاول اشيلها واخليها خط مستقيم عشان الورقة كمان ما تطعج وتخرب لي الرسمة. طرف اللاكرون كارفر بحطه هون، ما بخليه لجوا، بخليه بالضبط على الحفة.
هلا بدي ارسم الرسمة هاي على اللينجوال سايد، اثبتها، اتاكد انها مكانها، يعني مكان ما كنت انا طاعجة من قدام بطعج الطعجات اللي كنت طعجيتهم من ورا. طبعا بدي انتبه انه ورا رح يكون اصعب من قدام لانه فيه منطقة مقعرة. وزي ما حكينا بنقلب الورقة. هلا بدي ابلش ايش؟ اخذ من اطراف واقرب من الخط اللي انا رسمته، وبلاحظ اني عم بشيل الرسمات اللي انا كنت رسمتهم تبعون الميزيال والديستال سايد. هاي الميزيال وهي الديستال هلا رح يروحوا. بحاول طبعا اخلي ملي بيني وبين الخط المرسوم. بفضل كل ما قربنا نستخدم اللاكرون كارفر عشان نقدر نتحكم فيها اكثر. دائما احنا ماسكين اللاكرون بنمسكها زي ما بنمسك القلم عادي، اصبعنا قريب من الهاي من الشفرة ونثبت باصبعنا هذا. هلا باللاكرون كارفر بنقرب على السيرفكس. بلش نوصل كل سيرفس مع الثاني ونشيل الشارب ايدج. هلا خلص التومي اللي انا كنت حطيتهم انسايزلي ببلش اشيل منهم، ما بشيلهم كلهم بس منهم يعني. حاول اظهر شكل الروت من كل الجهات عشان اتحكم. هلا بدي ابدا اخذ لينجولي. اول شيء من الانسايزر ثيرد بحاول اعمل الادج اللي كانت زمان ريدج كان عنها بالبدايه. هي ظهرت عندي
زي سلوب هون. هلأ بدي أحاول أبين الميزيال والديستال مارجينال ريدجز والسينجيلم هون، وبالنص يكون عندي فوسة عبارة عن ديبريشن. بقلب اللاكرون كارفر، هلا بدي اعمل السنجلم. باخذ من جنبين احنا بنعرف انه لينجوالي بيكون السيرفس ناروار ثان ليبيالي. هلا بدي اضبط. هلا هيك طلع معي مبدئيا شكل اللينجوال سيرفيس، لسه ما انهينا بس يعني الجنرال فيتشر. هلا ليبيالي حكينا بيكون السيرفيس سموث وبيبين عليه 3 ماميلونز، بفصل بينهم 2 ليبيال لوبس. هلا الفيتشرز اللي رح نظهرهم زي ما هم واضحين هنا، في هون زي ديبريشن كتير خفيف، شلو ديبريشن 3 ماميلونز، اللي بالوسط هو يعني اقلهم عرضا، و ميزيالي ريزد شولدر زي ما احنا شايفين، وديستالي لو شولدر. ميزيالي بيكون عنا زاوية قائمة، وهنا بيكون راوندد ديستالي. وكمان نبين انه في الليبيال سيرفيس الهايت اوف كونتور بتيجي في السيرفيكال ثيرد زي ما احنا شايفين، هاي الهايت اوف كونتور هاي اكتر منطقة بعيدة عن الميدلاين، هون بتيجي نبينها. حدد السيرفكس هون،
اوكي بدي ابين two lobes. كانوا very shallow depressions على labial surface. هذا الليبيل سيرفس. هلا بنروح ميزيلي زي ما احنا شايفين. ميزيلي بيكون السيرفيكال لاين يعني very curved زي ما احنا شايفين. هلا بقلب الماكرون بعلم سيرفيكال لاين ميزيلي منيح. نزل مارجنال ريدج شوي ميزي المارجنال ريدج. اضل محافظة على الإدج اللي تحت. نروح لينجولي. بس قبل ما نروح لينجولي نحاول شوي نشيل من الروت عند السن. لينجولي او خلينا نعمل ديستالي بالاول شيل اي irregularity. هلا السيرفكس ديستالي يكون slightly curved مش زي ميزيلي. ارسم السيرفكس slightly curved. حاول اشيل اي irregularity على الكراون ديستالي. بحافظ عليه من هاي الجهة الكونتور تبعته تكون rounded. اوكي بدي اعدل على distal marginal ridge كتير خميلة زي ما احنا شايفين لازم تكون رفيعة شوي. اشيل لينجولي عند تستل المارجنال ريدج. بلاحظ اني ما بقرب على السنجلم هاي المنطقة ابدا ما بقرب عليها.
احاول اشيل شوي من الروت سيرفيكالي عشان ابين السيرفيكال لاين. هلا بدي اجي لينجولي، احاول اخلي السنجلوم ناروبر بس بشيل ميزيلي وديستلي. زي ما احنا شايفين هاي لينجولي، هاي السنجلوم، هاي الفوسة، ديستال وميزيال مارجينال ريدجز. هلا عندنا الفوسة بيكون اكتر شي مور يعني الموست ديب ارياز اللي بتكون قريبة على المارجينال ريدجز، وهاي المنطقة بتكون اعلى شوي. نحاول نظهر هذا الأوتلاين تاع اللينجوال سيرفس. هلا بدنا نعمل الفوسة، ما بقرب على المارجنال ريدجز ابدا. بقلب اللاكرون كالبر، بصير اخذ من المناطق القريبة على الميزيال والديستال مارجنال ريدجز. بشكل يو مقلوبة. خلي هاي المنطقة شوي دي. اضبط الاوتلاين ديستلي. هلا السيرفيكال لاين لينجولي. كان نارو سنجلوم. هلا اخر شيء بدي اضبط الروت. الرايت سنترال انسايزر او الابر سنترال انسايزر له 1 روت ب 1 كانال.
طبعا الروت تيب يكون رايح ديستالي سلايتلي طبعا. لينغولي نارو راديالي وايد. هلا بدنا نتأكد من كل الفيتشرز على كل سيرفس. حكينا تو لوبس كتير واضحين هم يعني شالو ديبريشنز. ممكن نشوفهم اكتر انسايزلي على السيرفس. واحد اثنين ثلاثة اوكي ثري ماميلونز. كان الهايت اوف كونتور لابيلي يكون عند السيرفيكال ثيرد. اكتر منطقة بعيدة لابيلي عن الميد لاين. اوكي هلا ميزيلي حكينا السيرفيكال لاين بيكون اكتر اشي كيرفت. لينجولي عملنا السنجلوم كان عنه نارو. هاي السيرفكس قصدي السيرفيكال لاين. الفوسة الميزيال والديستال مارجنال ريدجز. ديستالي سيرفيكال لاين يكون less curved. تكون rounded. والروت حكينا single root وفيه one canal. احتمال انه يكون two canal zero لانه لينغوالي نروار ذان ليبيلي. والروت تاب مايلة ديستالي.